يصنف الذهب بأنه واحد من الفلزات الثمينة جدا، كما أنه عنصر كيميائي أيضا، ويتخذ من الرقم 79 عددا ذريا له في الجدول الدوري، ويوجد في الطبيعة على هيئة تبر، وهي عبارة عن ذرات أو حبيبات يتم العثور عليها في الصخور أو المحيطات. يتصف بالليونة واللمعان، ولونه أصفر، ويتم تشكيله وفقا للاستخدام المخصص لأجله كالحلي والجواهر أو على شكل سبائك لغايات الاستثمار والوقاية من الخسارة في حالات التضخم أو الأزمات الاقتصادية أو تراجع قيمة صرف عملة دولة ما. ما هي سبيكة الذهب؟ السبيكة هي وحدة قياس الذهب الخالص النقي من الشوائب، والذي يتم استخراجه من المناجم، ويكون صافيا بنسبة تقارب 99% من عيار 24 قيراط، مما يجعله أكثر قيمة من القطع الذهبية التي يضاف إليها الأحجار الكريمة أو الجواهر أو الأدمغة والألوان، عدا عن المصنعية التي تقلل من قيمة القطع الذهبية عند البيع، مما يجعل السبائك الذهبية الخيار الأفضل للمستثمرين، وكونها المادة الخام للمجوهرات فمن الممكن تحويلها إلى مجوهرات عند الرغبة في أي وقت. ما هو شكل سبيكة الذهب وسعرها؟ لسبيكة الذهب أشكال عديدة، لكنها بشكل عام تكون على شكل قضبان ذهبي أو عملات ذهبية عالية النقاء، ويتنوع وزن السبيكة الذهبية ما بين 5 غرامات والأوقية حتى الكيلوغرام. أما سعرها فيتم تحديده بناء على ارتفاع وانخفاض سعر الذهب في سوق البورصة العالمي، مع التأكد من عيار الذهب بالقيراط. ففي حال كانت السبيكة من الذهب الخالص من عيار 24 قيراط، فإن سعرها سيكون أعلى من سبيكة عيارها 21 قيراط. ومن المهم أيضا الأخذ بالحسبان أن اختلاف سعر العملات يؤثر قليلا على سعر الذهب، وبالتالي على سعر السبيكة. كما يجب ملاحظة أن أوقية الذهب تساوي 31.1 جرام وليست 25 جرام. وبعد حساب سعر السبيكة يتم إضافة عمولة للبائع أو الوسيط. كيفية الاستثمار بالسبائك الذهبية؟ يمكن الحصول على السبائك الذهبية بعدة طرق، أولها عن طريق المحلات المخصصة لتجارة الذهب والتي تعرض أحجاما وأشكالا مختلفة من السبائك، أو عن طريق سوق البورصة العالمي، أو عن طريق الشركات والوسطاء والوكلاء المتخصصين بتجارة السبائك الذهبية. وفي هذه الحالة تحتفظ الشركة عادة بالسبيكة وتقوم باستثمارها لتضيف أرباحها إلى حساب المستثمر. والشيء المميز في هذه التجارة هو أنه من الممكن البيع في أي لحظة، ويوجد دائما من يشتري، فإذا مر المستثمر بذائقة مالية مفاجئة يستطيع أن يبيع السبائك الذهبية بنفس الطريقة التي اشتراها بها. نصائح للمستثمرين في السبائك الذهبية: يجب على كل من يرغب بالاستثمار في سوق الذهب أن يراقب سوق البورصة بشكل دائم، وأن يكون حريصا جدا على أن تصله التعديلات على سعر الذهب بشكل مستمر، حتى يشتري عند انخفاض السعر ويبيع عند ارتفاعه. فالاستثمار في السبائك الذهبية يحتاج إلى ذكاء وحنكة وخبرة في التجارة والأسواق العالمية، كما يجب أن يتحقق الشخص دائما من شهادة السبيكة للتأكد من جودتها ولتجنب التعرض للخداع أو الغش. كما يفضل أن يتجنب المستثمر أي عرض من التجار بالاستثمار في المجوهرات، حيث أنه سيخسر جزء من استثماره عند البيع بسبب المصنعية. أوزان السبيكة الذهبية: تتفاوت أوزان السبائك الذهبية بين بعضها البعض، فيبلغ وزن السبيكة المصنوعة من الذهب الخالص 24 قيراط. وحتى تتمكن من معرفة وزن السبيكة، فإنه لابد من أن نشير إلى أن كل جرام يساوي 5 قراريط، أي أن السبيكة التي تزن 24 قيراط يساوي وزنها بالغرامات نحو 5 غرامات تقريبا. وأما أوزان السبائك فتتكون على النحو التالي: سبيكة ذهبية بوزن 5 كيلوغرام، بوزن 1 كيلوغرام، بوزن نصف كيلوغرام، بوزن ربع كيلوغرام، وبوزن 116 غرام، بوزن 100 غرام، بوزن 50 غرام، وبوزن الأونصة أي ما يساوي 31.5 غرام، وسبيكة ذهبية بوزن 10 غرامات، 5 غرامات، وغرام واحد.